حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا ابو اسامه قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم احد وهو ابن اربع عشره سنه فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وانا ابن خمس عشره فاجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفه فحدثته هذا الحديث فقال ان هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب الى عماله ان يفرضوا لمن بلغ خمس عشره